أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس العربي ومقالة للكاتبة هيفاء زنجنة بعنوان استثمارات طبقة أغنياء الحرب في العراق. تقول فيه: حين تم غزو العراق واحتلاله قبل 20 عاما، كانت واحدة من الوعود التي روج لها ساسة الاحتلال وصدقها بعض المواطنين أن العراق سيكون بلدا يتمتع فيه المواطنون بالرعاية والرفاهية، وأساسها حقوق الإنسان، أي أنه سيكون كما بقية البلدان ذات الثروات الطبيعية والنظام العادل المستقل الذي يحفظ كرامة الإنسان. وتقول الكاتبة: بطبيعة الحال وكما كان متوقعا لم يحدث ذلك، حيث يعيش عموم العراقيين حاليا وجودا تنقصه الحياة وعوزا تعانيه عادة الشعوب الغارقة في الفقر، وإحباطا يجعل المواطن لا يكف عن ترداد حسبي الله ونعم الوكيل لتغطية عجزه على إحداث أي تغيير حقيقي لما يمر فيه. وهو يؤكد ما توصل إليه مؤشر جالوب للمشاعر العالمية في أن العراق هو ثالث أكثر الدول تعاسة بعد أفغانستان ولبنان فقط. مقابل هذا الواقع البائس للعموم أو بموازاته، حدث شيء مغاير، إذ نشأت في العقدين الأخيرين طبقة لم يشهد لها العراق مثيلا من قبل. تتكون هذه الطبقة من أغنياء الاحتلال وحكوماته، من رجال الأعمال المتعاونين مع الساسة لحصد العقود الحكومية بملايين الدولارات، من عقود ما يسمى بالإعمار إلى السلاح والكهرباء، إلى رجال الدين المهيمنين على الخمس والزكاة ومنح الأماكن المقدسة والسياحة الدينية، ورؤساء العشائر والميليشيات وعصابات الاختطاف وبيع المخدرات والأعضاء البشرية والتجارة بالأشخاص والدعارة المنظمة. ساعدت شبكات المحسوبية وموارد الدولة من النفط والميليشيات على ترسيخ سلطة هذه الطبقة المتنفذة بشبكة علاقات ومصالح أخطبوطية تمتد من أعلى موقع حكومي إلى المستفيدين من الفتات بشكل تعيينات وظيفية في بلد تنتشر فيه البطالة ويستجدي فيه الشباب من الخريجين الوظيفة. يعيش البلد حلقة مفرغة من رواج الاستثمارات التي تدر على أصحابها الربح الهائل وتجذر بقاءهم كسلطة تتحكم بشكل مباشر وغير مباشر بحياة الناس مسلوبي الإرادة، ما لم يجري طرح بديل وطني حقيقي. وتحت عنوان العراق والحشد الشعبي من يحكم من، كتب اياد الدليمي مقالا في صحيفه العرب الجديد يقول فيه: يعد نور المالكي المؤسس الفعلي للحشد الشعبي، وهو من استغل فتوى السيستاني لترويجها على انها فتوى تشكيل الحشد الشعبي، الامر الذي جعل قاده الحشد اليوم يطالبون بفتوى من السيستاني لحله، كونه من افتى بتشكيله، وذلك في ردهم على المعترضين على وجود قوة مسلحة غير الجيش والشرطة اليوم، وفي غياب التهديد الذي استدعى تشكيل قوة الحشد الشعبي وهو تنظيم داعش. تطرح تساؤلات عديدة عن الأسباب الموجبة لبقاء الحشد الشعبي، خصوصا وأن أعداد وعدد القوات العراقية المختلفة من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وغيرها من العناوين العسكرية بات كبيرا، حتى وصل عدد الجيش العراقي فقط إلى أكثر من 330,000 مقاتل. يحكم الحشد الشعبي اليوم العراق فعلاً ليس بقوة سلاحه فحسب، وإنما بوجوده السياسي ونجاحه في تشكيل الحكومة الحالية، وبالتالي أي دعوة إلى حل الحشد الشعبي تقابل بالتخوين من قادة الفصائل الحشدية وساساته، حتى وصل بهم الحال إلى محاولة اقتحام مكتب النائب المستقل سجاد سالم في الكوت جنوب العراق بعد دعوته العلنية إلى ضرورة حل الحشد الشعبي، متهما تلك الفصائل بأنها تعوق التطور السلمي وتعوق التنمية وتعوق التداول السلمي للسلطة. وقبل ذلك هاجمت قوة تابعة لكتائب حزب الله العراق قوة أمنية عراقية
كانت تحاول الاستيلاء منها على أراض زراعية جنوب العاصمة بغداد، ما أدى إلى إصابة أفراد من القوة. وكل هذه الحوادث المذكورة آنفاً حديثة، في حين أن سجل سيطرة الحشد الشعبي على مختلف فصائل الدولة العراقية ممتد ولا يتسع المجال لذكره هنا. يمكن الإشارة إلى أن الحشد بات فعلياً الحاكم الرسمي للعراق، فالقوات الأمنية لا يمكن لها أن تقف بوجهه، ليس فقط لاعتبارات عسكرية وإنما لاعتبارات سياسية، كونه مدعوماً من الفصائل السياسية التي شكلت الحكومة الحالية. أفاد مراقبون بأن أزمة كبيرة ستواجه البلاد خلال الأشهر المقبلة لم يظهر أثرها لغاية الوقت الحالي، مبينين أن جميع الحلول التي تتحدث عنها الجهات الرسمية لم تعالج أساس المشكلة، لا سيما على صعيد الحوار مع دول الجوار. ونقص المياه له آثار خطيرة، أولها المجاعة وانتشار الأمراض وهشاشة المجتمع والتهديد القومي، كما يرون أن الحلول التي تتعامل معها الحكومة هي حلول ترقيعية تسهم في زيادة الضغط على المجتمع بحسب ما نقلته صحيفة المدى. الخزين المتوفر حالياً من كم الماء لا يتجاوز 9 مليارات متر مكعب، وهو متدن جداً وشارف على النهاية. العراق إضافة إلى هذه المشكلة لم يقم بأخذ الاحتياطات المناسبة من خلال تطوير وسائل العيش واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة، ولا يتوقع المختص الآخر في الشأن المائي عادل المختار إيجاد حلول لأزمة المياه، لأن العراق مستمر بذات الآليات السابقة التي أسهمت في هدر كميات كبيرة. وانتهى المختار إلى أن الخزينة المائية العراقية في أدنى مستوياته، لكن يبقى السؤال الذي ينبغي طرحه على الجميع: ماذا لو كان الشتاء المقبل جافاً ولم يحمل معه مياهاً تغطي الخزانات؟ حينها سنكون أمام كارثة بيئية. وتحدث مختصون عن وجوب الاستثمار الأمثل للمياه التي تدخل العراق والابتعاد عن الهدر، لا سيما من خلال الطرق البدائية في الري. وأغلب بلدان العالم لجأت إلى وسائل حديثة في الري، وذلك بالرش أو التقطير، لكن العراق لم يصل إلى هذه المرحلة لغاية الوقت الحالي. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعدته مراسلتها في طهران فرناز فصيحي، قالت فيه إن إيران أقصت اليوم مسؤول الأمن القومي، أحد أقوى الرجال في البلاد، بعد أن خضع للتمحيص، وذلك بسبب علاقاته الوثيقة بجاسوس بريطاني رفيع المستوى. المسؤول الأمني علي شمخاني كان سكرتيراً للمجلس الوطني الأعلى الذي يرسم الأمن والسياسة الخارجية الإيرانية لمدة 10 سنوات، وقبل ذلك عمل في وزارة الدفاع. ولكن الجاسوس علي رضا أكبري كان يعمل عميلاً مزدوجاً لصالح بريطانيا، وعمل في الماضي أيضاً كنائباً لشمخاني. الجاسوس علي رضا أكبري الذي كان يعمل عميلاً مزدوجاً لصالح بريطانيا، وعمل في الماضي كنائب لشمخاني في الوزارة ثم مستشار له في المجلس في البداية، بدأ أن شمخاني لم ينجو فحسب، بل تحسن وضعه بعد الفضيحة حتى الإطاحة المفاجئة به يوم الاثنين. ففي آذار مارس قاد المفاوضات الإيرانية لاستعادة العلاقات مع السعودية بوساطة الصين، وعمل أيضاً كمبعوث دبلوماسي يسافر إلى الدول العربية المجاورة في الخليج لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية. وفي يوم الاثنين أظهرت إيران مرة أخرى أنه حتى أكثر أعضائها ولاءً ليس محصناً من الطرد والإطاحة به من السلطة. ففي مرسوم أقال المرشد خامنئي شمخاني من منصبه وشكره على خدمته، واستبدله بقائد بحري كبير في الحرس الثوري لديه خبرة قليلة في السياسة المدنية. وقال محللون إيرانيون إن عدداً من الخلافات ساهمت في عزل شمخاني، منها تهم الفساد، وسط ما زعم بأن عائلته جمعت ملايين الدولارات من خلال شركة شحن النفطية لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات.
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للصحفي إيشين ثاور قال فيه إن المشاهد الكئيبة رأها الجميع، فقد كان رئيس النظام السوري بشار الأسد يبتسم ابتسامة عريضة وهو يسير على أرض المطار بعد هبوطه في مدينة جدة السعودية. وتقول الصحيفة إن الأسد استخدم ظهوره في قمة جدة ليصور نفسه مرة أخرى على أنه دعامة للاستقرار في منطقة مضطربة. فقبل عقد من الزمن كان المسؤولون في دول الخليج يعملون بطرق مختلفة للإطاحة به، وضخ الموارد والأسلحة في الحرب الدائرة في سوريا، ودعموا مجموعات متنوعة من الثوار المعارضين للأسد في وقت وجه الأسد فيه بنادقه إلى شعبه وقصف المدن السورية، بل أطلق العنان للأسلحة الكيميائية على المدنيين. أصبح الأسد يسيطر بحكم الواقع على غالبية بلاده، في حين أن الثوار السوريين وأنصارهم خاضعون للقمع والتشتت. لقد حاولت القوى الإقليمية التي استثمرت ذات مرة في الإطاحة به، حولت اهتمامها وأولوياتها إلى مكان آخر، فبدلاً من تحميل الأسد المسؤولية عن جرائمه الشنيعة، يجري الترحيب به وحتى مكافأته، كما لو أن السنوات 12 الماضية من المعاناة وإراقة الدماء لم تحدث أبداً. الأسد استخدم ظهوره في جدة ليصور نفسه مرة أخرى على أنه دعامة للاستقرار في منطقة مضطربة، وقال في الاجتماع: من المهم ترك الشؤون الداخلية لأبناء البلاد لأنهم هم الأقدر على إدارتها، مكرراً اللازمة التي لطالما تغنى بها، متجاهلاً مقتل مئات الآلاف من السوريين تحت حكمه واختفاء عشرات الآلاف في السجون وتشريد الملايين، بينما لا يزال معظم البلد الذي مزقته الحرب بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. الآن مشاهدين إلى تقرير بموقع الجزيرة نت بعنوان: أفغان يعيشون في كهوف باميان. في القرن 21 لا تزال مئات الأسر
تقطن كهوفا ومغارات منحوتة في صخور جبال مقاطعة باميان وسط أفغانستان، في مؤشر على بؤس الحالة الإنسانية هناك، بينما تنبه الأمم المتحدة إلى حاجة 28,300,000 شخص أفغاني إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وسكان الكهوف إما نازحون من مناطق مختلفة من البلاد أو لاجئون عائدون من إيران وباكستان، فضلا عن السكان المحليين الذين يعيشون في هذه الكهوف التي تعود إلى نحو 2000 عام، وكانت في يوم من الأيام مكاناً للعبادة للرهبان البوذيين، ثم موقفاً لقوافل طريق الحرير، إلى أن أصبحت ملاجئ تؤوي إليه العائلات الفقيرة التي تعيش في مقاطعة باميان. ونقرأ تقريراً من وكالة الأناضول، جاء فيه: يستقبل متحف وان شرقي تركيا سنوياً آلاف الزوار المحليين والأجانب من خلال عرضه أكثر من 2800 قطعة أثرية نادرة تنتمي إلى عصور تاريخية عديدة، خاصة حضارة أوراتوا التي ازدهرت في منطقة الأناضول بين القرنين 9 و 7 قبل الميلاد. المتحف المشيد شمال قلعة وان التاريخية على مساحة 50,000 متر مربع، منها 13,000 متر مربع مساحة مغلقة، يحتوي على قطع أثرية مهمة تشكل ذاكرة تاريخية لولاية وان ومحيطها. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لقد دفعنا الثمن غالياً وقت الكارثة عام 1986، وعلينا حرمان روسيا من فرصة استغلال منشآت الطاقة النووية لابتزاز أوكرانيا والعالم أجمع. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني بالذكرى 37 للكارثة. يأتي ذلك في وقت أحيا فيه العاملون السابقون في محطة تشيرنوبل ذكرى أسوأ كارثة نووية وقعت في نيسان 1986 بحسب وكالة رويترز. فيما طالبت أوكرانيا موسكو بترك محطة زاباروجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وفقاً للخارجية الأوكرانية. تصريحات تنكئ جرحاً غائرة، كارثة بكل المقاييس. يقدر عدد ضحايا كارثة مفاعل تشيرنوبل في 26 من نيسان 1986 ب90,000 شخص من جراء الإشعاعات المميتة وفقاً لمنظمة السلام الأخضر. الحادثة التي وقعت في المفاعل رقم 4 جاءت نتيجة اختبار فاشل أعقبه خطأ في التشغيل أسفر عن اشتعال اليورانيوم بحسب الأمم المتحدة. ويعد الخلل بمناوبات العمل من دون الانتباه إلى تعطل نظام تبريد المفاعلات واحداً من أسباب الكارثة بحسب لجنة التحقيق. فيما رصدت الوكالة النووية مستويات إشعاعية متزايدة عند مفاعل تشيرنوبل النووي وفقاً لدوتشي فيلا. وأوروبا اليوم مهددة بخطر التلوث النووي لتشيرنوبل بحسب سفير أوكرانيا في اليابان. الخطر المتجدد. كارثة تشيرنوبل تسببت بتأثير العناصر المشعة كالسيزيوم والبلوتونيوم والأسترونيوم على أوكرانيا وبيلاروسيا المجاورة وفقاً لرويترز. أما عن حركة المعدات العسكرية الأخيرة بمنطقة المفاعل فقد أدت إلى ارتفاع الغبار المشع وفقاً لوزارة الداخلية الأوكرانية. وفيما حاول فيلم تشيرنوبل الهاوية من إنتاج عام 2021 للمخرج الروسي دانيلا كازالوفسكي ترويج الرواية السوفيتية بمواجهة الروايات الغربية وفقاً لنقاد سينمائيين، كشفت رواية صلاة تشيرنوبل الصادرة عام 1997 للروائية البيلاروسية سفيتلانا أليكسيفيتش الحاصلة على جائزة نوبل للأداب عام 2015 وفقاً لمحطة SVT،
عن ارتفاع سحابة مليئة بالإشعاعات اجتاحت عشرات الدول وفقاً للكاتبة. كذلك الحال مع المسلسل التلفزيوني تشيرنوبيل لعام 2019 وفقاً لشبكة HBO الأمريكية. فهل ستجدد الحرب الروسية على أوكرانيا إثارة الإشعاعات الخامدة؟ ما رأيكم؟ اليوم الخوف أكبر من الكوارث المفتعلة. إلى اللقاء.